الجزائر، أحييكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطيات لكل الأحداث في الجزائر وبدون انقطاع. أيضا وفي الرئاسيات لا تزال والعديد من الشخصيات والأحزاب السياسية تلتحق بركب مساندي ومدعمي المرشح لرئاسية 17 أفريل القادم علي بن فليس، حيث أعلن حزب العدل والبيان قبل قليل عن مشاركته خلال هذه الانتخابات الرئاسية، وهذا بدعم المرشح علي بن فليس. ولمزيد من التفاصيل تلتحق بنا السيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان التي يتواجد معها زميل مصطفى تونسي. تفضلي يا نعيمة صالحي. من رئاسيات 2014. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. منذ قليل أعلنا عن موقفنا من رئاسيات 2014 و بينا أننا سنكون شركاء مع السيد علي بن فليس في برنامجه، لأن هذا البرنامج يتطابق يعني لحد بعيد مع برنامج حزب العدل والبيان الذي يحمل اسم العدل، والعدل هو محور كبير في حزبنا وفي برنامجنا، وهو أيضا يعني في برنامجه السيد عبد العزيز السيد علي بن فليس هو أيضا يؤكد على استقلالية العدل من أجل ترسيخ الديمقراطية، ونحن نؤكد على هذا المحور. النقطة الثانية هي البيان، بيان أول نوفمبر، هو يؤكد على يعني استرجاع سيادة الشعب من خلال استقلالية الجزائر، استقلال غير مرهون، وبالتالي نحن أيضا نؤكد على اعتماد بيان أول نوفمبر، وهنا محور اثنين يعني محورين اثنين مهمين ومتطابقين. زيد إلى ذلك الجانب الاقتصادي الذي ركز عليه في بنفس الطريقة اللي احنا ركزنا عليه، ولهذا سندنا السيد علي بن فليس كرجل نزيه ورجل دولة وله قدرات وكفاءة. سيدتي، ألا تعتقدين أن موقف حزبكم هذا بمساندة علي بن فليس سوف يؤثر على مجموعة الذاكرة والسيادة التي اتخذ بعض الأحزاب فيها خيار المقاطعة؟ إطلاقا، لأن مجموعة الذاكرة والسيادة من البداية لم تكن ملزمة، يعني أعضائها لم يكونوا ملزمين بأن يتابع يعني يكونوا يساندوا جهة معينة ويأخذوا موقف موحد بالنسبة للرئاسيات. من البداية قلنا أن احنا مجتمعون كمجموعة على ما اتفقنا عليه، وإذا اختلفنا في شيء فهذا لا يكسر يعني المجموعة ولا يشتتها، يعني وتبقى قائمة بإذن الله. المجموعة ما زالت. هل ستنشطون الحملة الانتخابية يعني لصالح مرشحكم؟ أكيد، ما في شك، نحن سوف نقوم على تشجيع وتحسيس الشعب، والحمد لله أن حزب العدل والبيان له مصداقية وله سمعة طيبة لدى المواطنين وخاصة الشباب منهم، وبالتالي سيكون له إضافة إيجابية كبيرة ومهمة فيما يخص إنجاح هذا المترشح السيد علي بن فليس. سؤال أخير فقط، ما تعليقكم على الذين تقدموا إلى المجلس الدستوري ويعني وضعوا ملفاتهم بالمجلس؟ والله عادي، يعني نفس الأشخاص نفس الوجوه، يعني عادي جدا، يعني ما فيش جديد. الجديد الوحيد الذي لاحظته وأعيبهم عليه أنهم لما خرجوا من المجلس خرجوا يدافعوا على أحد المتنافسين اللي هو السيد عبد العزيز بوتفليقة، مما يؤكد أنهم مجرد مرافقين وليسوا بمتنافسين حقيقيين. شكرا لك سيدي. شكرا لك زميلي مصطفى تونسي، والذي كنت متواجد مع السيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، والتي أكدت دعم حزبها وكل قيادتها وتشكيلتها السياسية للمرشح علي بن فليس، وأكدت أنها جاهزة للقيام بحملة انتخابية للمرشح علي بن فليس، وكذلك تعريف ببرنامجه الانتخابي. إذن كما قلت سابقا، العديد من الأحزاب السياسية أعلنت دعمها للمرشح علي بن فليس، من بينهم بن بعبش رئيس حزب الفجر الجديد، وكذلك جمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة، وجهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح، والعديد من الأحزاب السياسية التي بلغت 20 حزب سياسيا، والعديد من الشخصيات السياسية. إذن التغطية متواصلة مشاهدينا من أول